زي ما قلنا طبعا هنتكلم عن ازاي نعرف او ندرس حالة الطفل اللي معانا. بنرحب بضيفتنا منى علوب، اخصائي الصحة النفسية. اهلا بك يا منى. يعني ايه ندرس حالة الطفل؟ يعني معناها ايه؟ يعني ازاي مثلا يجيني الطفل، سواء كان طفل طبيعي في مدرسة او طفل ذوي احتياجات الخاصة، ازاي اشخصه، ازاي اعرف تاريخه كله، سواء كان تاريخ مرضي او اجتماعي او نفسي، ازاي اعرف احط الطفل في الحاله المناسبه ليه. يعني ما يجينيش طفل مثلا بحاله معينه واروح بيه في حته تانية. يعني ازاي الم بالطفل كامل مكمل عشان اعرف اشتغل معاه ازاي. طب ناخدها واحده واحده. لو طفل عادي تعرفي ازاي؟ يعني الاسئله اللي بتساليها للام ولا للطفل نفسه ولا بتعملي ايه؟ يعني مثلا طفل في مدرسه، الطفل مثلا كان مستوى الدراسي كويس او ممتاز، بلاش نقول كويس، ممتاز، ومره واحده ابتدى المستوى التعليمي يبتدي يقل مع الوقت. طب ما اكيد في مشكله. يعني طالما طفل طبيعي وما فيهوش اي مشاكل ويجي مره واحده ينزل، يبقى لازم في حاجه وراها. بنبتدي مثلا نعمل لقاء مع الام، نتكلم معاها، نشوف مثلا ايه التاريخ الاجتماعي بتاعه ازاي، ايه المشاكل اللي في بيته، في مشاكل ولا ما فيش، اساسا ممكن تكون حاله نفسيه يعني اثرت فيه، ممكن ممكن تكون مشكله في البيت حد مثلا ابتدت تاثر معاه، في مثلا نقد كتير، في مثلا ان الطفل كان عايش في مستوى وراح لمستوى تاني، سواء كان في الانخفاض او في الارتفاع. يعني ممكن يكون مستوى الاقتصادي بتاعه ضعيف ومره واحده الارتفع او العكس، او الطفل مثلا مر بحاله مرضيه كان عيان مثلا ورجع منها مش في طبيعته، او ان هو اتعرض لصدمه شديده في البيت او عنف. يعني ممكن بيبقى في ناس بتساليهم هما الاثنين قصاد بعض؟ لا طبعا مش طبعا. استحاله، اصل لا يمكن هيتكلم قدام اهله، يعني هيبقى لا، ولا الام هتطلع اللي عندها. صح، لازم يعني كل واحد يبقى لوحده، هتجيب لك المعلومات كامله، ولا الطفل مثلا ايه ده، هي ماما شايفاني كده، هي ماما شايفاني وحش كده. طب لا بالعكس، احنا بناخد الام بعيد تماما عن الطفل ايا كان مستوى الام بس ولا الاب كمان والاخوان مثلا. بنفضل نبقى مع الام لوحدها، لان لو في مشاكل اسريه الام ممكن مش هتقدر تطلع المعلومات كامله في وجود جوزها، بالعكس هي هتبقى متحفظه شويه. لكن الام لوحدها لا، هنعرف نطلع منها المعلومات بطريقه، او هي هتبقى مرتاحه. يعني هتطلع لنا المعلومات كده وهي مرتاحه نفسيا. بعد كده بيبقى اللقاء الثاني بقى في وجود الاب والام، وطبعا بتبقى اهم من ده كله، بتبقى عارفه الام متاكده ان المعلومات اللي خدتها منها مفيش طرف ثالث هيعرفها، يعني ولا الزوج ولا الطفل. يعني في كلتا الحالات لازم تعرف ان المعلومات دي سريه للغايه عشان تعرف تطلع المعلومات بطريقه صحيحه وكامله، لان اي نقص في اسرار بيتنا ما تطلعش بره. لان اي نقص في معلومه هتاثر معايا، ما انا هعمل للولد خطه نشتغل عليها، خطه شغل، انت جبتي لي معلومه ناقصه، فلازم يبقى في مصداقيه كمان. ومصداقيه مش هتيجي غير لو الام عارفه ان المعلومات دي مش هتطلع بره. يعني في امهات بتيجي تقول اصل الولد بنمر بظروف صعبه وباباه طول اليوم بيضربني، فطبعا الاب لو عارف حاجه زي كده طبعا هتبقى مشكله كبيره. فلكن لما الام تبقى مرتاحه وعارفه ان المعلومه اللي هتقولها محدش هيعرفها، فهتطلع المعلومه بشكل صحيح وكامل. دي شبه كده الاستشارات الاسريه والزوجيه، مش كده؟ شبيهه. والله الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه، بس احنا مشكلتنا ان احنا زي ما منى كده بتقول بنبقى خايفين من فكره ان ايه، ان اسرارنا هتطلع بره البيت وان حد يعرفها. لكن هي اعتقد انها بتحل مشاكل كتيره جدا. يعني افهم المشكله اللي عندي ايه واعرف احلها ازاي، اتقبل الاخر ازاي، يعني حاجات كتيره طبعا بندخل فيها. انا حتى لو جالي طفل مثلا بيشكي، جه قال لي مثلا يا ابله انا معايا ماما بتعاملني بطريقه صعبه، لا بتميز اخويا عني او بتميز اختي عني، طول اليوم في نقد، المعلومات دي في حد ذاتها انا ما اقدرش اتناقش مع الام فيها. بالعكس، انا لما تجيني الطفل يجيني يقول لي مثلا يا ابله حصل معايا كذا كذا، او معايا مشكله كذا كذا كذا، مثلا ابتدي اتواصل مع الام، خليها تجيني. وطبعا هو طبعا لازم ولابد اول لقاء يبقى لازم فيس تو فيس، يعني ده لازم، ما ينفعش لقاء بالتليفون او نتواصل باي شكل تاني، لازم تبقى الام قاعده جنبي في وشي كده، اللي هي اعرف ملامح الوش ماشيه ازاي، بتتكلم بمصداقيه ولا قلقانه، الام مثلا لا بتكذب في بعض الاوقات بيبان. يعني لازم تبقى الام في وشي اول مره. بعد على فكره انا بعمل كده، يعني مثلا لو ولادي ولا جوزي ولا اي حاجه، لا يعني ما اكلمهمش في موضوع في التليفون، لا لازم يبقى في وشي كده عشان اعرف نظرات والتعبيرات عامله ازاي. فلما يجي لي برضه طفل زي كده وبيشكي من حاجه في البيت، برضه نفس الموضوع، لازم ما تناقش معاهم في التفاصيل، انا اخد منها واقيم الموقف بقى. يعني ايه، انا حابه اخد، طب انت بتعملي ايه مع ابني؟ طب هل في نقد؟ ما اقولهاش ابدا ابنك قال لي
انك اه طبعا اه انت بتساليها الاسئله اللي انت اصلا انا عارفه دي انت سمعتيها وهعرف لان بعض الاوقات برضو الطفل بيجي متحامل على مامته في البيت لا شايف ان ماما بتحبني وكل حاجه ومتاكد من كده بس انا متضايق بقى لا انا في حاجه تانية بعيد عن ماما فحاسقل بقى زعلي وهمومي كلها على ماما لا بقى ماما بتعمل ماما بتعمل ماما بتعمل وفي الغالب بيبقى بيعانوا منها اكتر الامهات مش مش الزوج يعني. بصي بقولنا هو ده اعتقد برضو دوم الادوار اللي بتقوم بيه الاخصائيه الاجتماعيه في المدرسه لان احنا كان الاخصائيه الاجتماعيه زي ما كنا بنلاقي نفسنا بنقعد نحكي لها ونفضفض معاها وكده ما احنا اول حاجه في دراسه الحاله التاريخ الاجتماعي يعني اول حاجه بنقعد بنسال فيها المعلومات الاوليه طبعا بعد كده بندخل بقى التاريخ الاسري ازاي هو عايش في بيئه عامله ازاي الجو البيت بتاعه عامل ازاي وبعد الاوقات طبعا الاخصائي الاجتماعي سواء حسب الحاله طبعا يعني بس هو ده لازم يكون مثلا زي ما انت قلتي كده في الاول ان هو ولد يكون متميز وممتاز ولا ممكن يكون اصلا مشكله وانا مش عارفه لا ممكن مثلا الطفل في المدرسه او في المرحله مثلا عيل بيسرق عيل بيكذب عيل عنيف عيل منطوي منطوي مثلا كلامه كتير جدا بشكل مبالغ هو برضو الكلام الكتير ده بتبقى فيه ضغوطات يعني مش معنى ان عيل بيقول ايه ده ما شاء الله الواد ده بيتكلم كويس لا طبعا لا مش بعض الاوقات بيبقى مضغوط كل حاجه جامل. تبقى في الاعتدال كل حاجه لازم بالاعتدال فطبعا دراسه لازم يبقى الطفل متفوق دراسيا ممكن العكس يعني مثلا ليه اخوات كلهم متميزين وهو مستوى دراسي وحش جدا برضو هيبقى فيه خلل هل ممكن من ده نكتشف ان هو برضو عنده حاله مرضيه حاله نفسيه مش مرضيه لا يعني انا ممكن مثلا انا مودي ابني حاسه ان في مشكله بس انا ممكن مثلا اكتشف ان هو عنده حاله مرضيه زي الاي دي اتش دي اي حاجه من فرط الحركه والعدم وتشتت الانتباه لا لما يبقى الطفل طبيعي وعنده المشكله بتبقى حاجه عضويه اكتر يعني مثلا عنده مشكله في غدد عنده انيميا عنده سوء هضم يعني بتبقى في مشاكل مرضيه في الطفل يعني مثلا بتطلبوا تحاليل بقى طبعا دراسه الحاله دراسه الحاله انا بعمل كل حاجه للطفل يعني زي ما بنقول بنفلتر الطفل كده ناخد تاريخه الاجتماعي ناخد تاريخه المرضي لازم تعملي مثلا تعرض نفسك على دكتور ابني بند عليه ما بيسمعنيش طبعا يمكن عنده مشكله في مشكله في ودنه طب روحي للدكتور لو اكشفي لي طب اعملي لي اختبار ذكاء مثلا لو الاختبار مش متوفر معايا لا طب مثلا اعراضي المخ واعصاب اعملي كده كشف على المخ نعمل اشعه على المخ ونشوف ممكن تبقى عنده كهرباء زياده يعني لازم الطفل عشان يجيني كده وابتدي اشخصه لازم يبقى عندي كل التفاصيل احنا مشكلتنا كامهات ان كل تركيزنا في الولاد انه هو لازم يبقى متفوق دراسيا هو عنده فرط حركه عادي ما في ولاد كتير كده هو مش عارفه اتاخر في ايه مش مشكله مش عارفة. بس انا عندي عند المذاكره هي دي اللي بتحركني وتخليني اروح علشان اشوف المشكله بالظبط فاكتشف مشاكل تانية خالص بالعكس انا اهم حاجه عندي ابني يبقى سوي نفسيا دراسيا بقى متفوق مش متفوق مش مشكله عندي انا اهم حاجه عندي يبقى ابني عنده اتزان اتزان نفسي يعني عارف يعبر عن مشاعره النهارده انا جيت مثلا ابني ماما لا انا مخنوق ودي حاجة حلوة على فكرة لما الطفل يجي يقول لي يا ماما أنا مخنوقة وأنا متضايق يبقى هو عارف يعبر عن الحاجة اللي جواه اللي مضايقاه ماما أنا حاسس إن أنا مثلا مش عايزة أروح المدرسة النهاردة مش نفسيا كده مش مظبوط يا ماما طب تعالى في إيه يعني الحوار مع الطفل أهم كتير جدا من أنا أبص يعني ابني مثلا عنده درس وتعبان مش حاسة مش في المود حاسة إن هو مش نفسيا كده مش قاعد كويس لا لازم تروح الدرس لا أنت كده حساب لا هتعديك حصة لما تعدي الحصة مش ايه المصيبه اللي هتحصل وعدت حصه يعني لكن الحاجات اللي ممكن مثلا بس ده برضو لسن معين يا منى صح لو انت من الاول بادئه صح يبقى بالتالي كل اللي وراه هيبقى صح لو انا عارفه يعني دايما بحس الولاد لفتره معينه كده بتعرفي تاخدي وتدي معاهم تعرفي ايه مشكلتهم يمكن يجي من بره زي ما انت بتقولي كده ويقول لك انا متضايق بعد كده صمت في حاله كده بتحصل في فتره لو في علاقه تحسي ان ابنك ما هو في علاقه بس هو اللي هيقول لك لا ما فيش حاجه لا هو هيلف يلف وهيجي لكن بيبقى في بقى اللي هو الصحاب والمجتمع الخارجي حتى والاحساس بالذات والطفل المراهقه يعني زي ما احنا برضه طفل بصي لغايه لما يكبر
ويعتمد على نفسه. الام برضو بتشوف انها طفل يعني راح كده راح طبعا طفل ما فيش كلام. انا دايما اقول لاولادي هتتجوزوا وتخلفوا وانتوا بالنسبه لي عيال. طفل لما هو ماشي ممكن يتجوز وفي بعض الاوقات بنجري يترمي في حضن ماما وانا عيط. ماما انا مش عارفه احل، بابا انا مش عارفه احل المشكله دي، يعني انا متجوز مثلا وشايل مسؤوليه، لا انا مش عارفه احل ساعدوني. ففي كل الاحوال احنا في نظر امهاتنا وابائنا اطفال. فبس في الاول وفي الاخر حتى لو في فتره المراهقه برضو يعني مهما كانت الضغوطات حواليه، لو انا عامله علاقه سويه مع ابني برضو هيرجع وقع في مشكله هيرجع لي. ده لو علاقه سويه من الاول، العلاقه اللي فيها الصراحه، العلاقه اللي فيها مساحه شويه من الحريه بسيطه والفتره معينه. انا ما بسيبلوش الحريه في فتره معينه بيبقى عينين عليه وضغطين شويه، في فتره تانيه بنسيب له مساحه صغيره، مساحه الولد غير مساحه البنت. مش حكايه مجتمع شرقي، حكايه ان الحاله النفسيه والاتزان النفسي للبنت غير الاتزان النفسي للولد. ففي بعض الاوقات البنت بتمر بحاله نفسيه رد فعلها مش حكايه مجتمع شرقي ولا لا بالعكس هي حاله نفسيه اكتر. يعني اتزان كده مشاعر بتبقى في تركيبه كده البنت دايما الولد. حتى كنا بننصح لما كنا نبقى مع بعض ننصح الامهات دايما ان هي يبقى في لغه حوار دايما بينها وبين ولادها. لازم يبقى في قرب، لازم يبقى في يعني الحاجات دي حتى لو اختفت زي ما احنا بنقول فترات المراهقه بترجع تاني، بترجع اللي احنا ربناهم عليه في الاول. لو انا جاني طفل وعايزه اشخصه او عايزه احط الحاله اللي بيعاني منها سواء كانت حاله نفسيه او حاله مثلا زي اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، يبقى لازم انا ابقى ملمه بالطفل كامل مكمل. بصي كل حاجه، ما اقعدش قدام الطفل مثلا واشخصه ان هو عنده فرط حركه وانا ما اعرفش تاريخه ايه. ممكن يبقى مثلا الولد بيعاني من مشاكل صحيه، ممكن يبقى العيل مثلا بيعاني من مشاكل نفسيه، طب انا ليه اشخصه؟ وممكن مثلا تبقى الام عنيفه معاه جدا فالولد بيطلع الضغط اللي فيه بشكل حركه. لا وكمان انت تقولي تحاليل، يعني ممكن الانيميا تعمل له اكتئاب، تعمل له خمول. خمول هي في الغالب بتعمل خمول للطفل، تركيزه بقى قليل، انتباهه. طب انا اروح مثلا عيل عنده مشكله في الانتباه والادراك والتذكر واقول عنده صعوبات تعلم؟ لا طبعا، ممكن يبقى عنده انيميا فعلا صح. والولد ما عندوش، ممكن الولد ما بينامش كويس، ممكن الولد مثلا مامته وباباه بيشغلوه فبالتالي الولد مش لاحق ينام فبالتالي تحصيله الدراسي ضعيف. يعني انا لازم ابقى عارفه الطفل اللي قصادي ده البيئه اللي حواليه كده عامله ازاي عشان اعرف اشخصه واقول له انت عندك كذا، انت عندك كذا. ما تبقاش كده عشوائيه يعني لازم. طب بعد ما درستي الحاله وسمعتي الام وسمعتي الاب وسمعتي الطفل وعملتي كل ده، بتبتدي بقى تعملي ايه؟ بتوجهي ازاي او بتبتدي العلاج منين؟ على حسب، يعني لو طفل في مدرسه بنبتدي نشوف مثلا المدرسين اللي معاه في الفصل تعاملهم ازاي. ممكن يكون مثلا المدرس ده عنيف، طب خلي بالك الطفل ده محتاج كذا كذا كذا، محتاج رعايه، محتاج صوت واطي، محتاج تشغله زي الطفل الكثير الحركه. مش هقول طفل فرط حركه في مدرسه حركته كتيره، طب ما تشغله في الفصل، طب ما انت مثلا ما توظف المشكله اللي عنده دي وتفيدك وتفيده في نفس الوقت. طب بقول لك ايه، وزع الكراريس على زمايلك في الفصل. طب تعالى احنا هنعمل نشاط، النشاط ده مثلا محتاج منه حركه شويه، تعالى انت تعمله. في مثلا نشاط رياضي في الحصه، تعالى هنعمله في الحوش بتاع المدرسه. انا هبتدي مثلا هوظف المشكله اللي عند الطفل بمساعده المدرسين ده لو في مدرسه، ومساعده طبعا الاخصائي الاجتماعي او النفسي الموجود في المدرسه، بحيث ان احنا نطلع بالطفل من المرحله اللي هو فيها. لكن لو طفل ذوي احتياجات خاصه، لا طبعا ده بتحتاج معامله ثانيه بقى، بتحتاج برنامج، بتحتاج خطه بنمشي عليها وبتتوزع على الاخصائيين اللي بيتعاملوا معاه. طيب لو في حاله بقى ده في حاله الشخص السليم، لو بقى ذوي الاحتياجات الخاصه بنعمل ايه؟ اول حاجه طبعا خلاص احنا عملنا له دراسه حاله وعرفنا مشكلته وعرفنا وصلنا لمرحله التشخيص، شخصنا بتعرفي المقاييس. التشخيص ده بيبقى تشخيص برضو حاله نفسيه ولا بيبقى تشخيص مرضي؟ لا ما احنا ولا الاثنين عشان نعرف نتعامل معاه. بتبقى مثلاً اي ناحيه اللي عنده حركه كتير زياده عن اللزوم، ممكن تبقى نسبه الكهرباء عاليه، ده كده مرضي. احنا بنشتغل معاه في جزء سلوكي بس في نفس الوقت بيبقى فيه علاج. العلاج ده في بعض الاوقات بيعمل له حاله من الهدوء، وفي بعض الاوقات بيبقى تقيل وبيبقى يعمل له حاله من الخمول. يبقى احنا لما بنشتغل معاه في الجلسه ما اجيش اقول مثلا بالطريقه العاميه مثلا الولد ده كده ليه متنح كده، ليه الهدوء الغريب ده. لا طب ما خلي بالك ان هو بياخد علاج،
طب ما انا هتعامل بقى في النقطه دي، هشتغل معاك في تنميه مهارات او اشتغل معاك سلوكيا في النطاق ده، ما اضغطش عليه، او مثلا هبتدي انشطه بشكل طبيعي، ما نشخصوش مثلا ان انا يلا ننط يلا نجري يلا نطلع سلالم، لا احنا ما بنشتغلش معاك في الحاله دي. الطفل الكثير الحركه او الطفل اللي عنده كهرباء زياده بنشتغل معاه بطريقه اهدى شويه، ما يبقاش فيها حركه كتير او رياكشن كتير كده والمود بتاعنا يا ليل بسرعه. لا ايوه ايوه ما انت متابعه يعني اكيد، ما انا بدل موديه برده المتخصص يبقى عارف كل حاله هيتم التعامل معاها ازاي، هنبتدي منين، الستبس اللي هنمشي عليها، دي بقى دراسه الحاله. انا لما يجي ده اللي بيفيدني بقى في دراسه الحاله. ما انا كده عرفت، انا جالي الدكتور كشف وقال لي عنده مشكله عضويه في كذا كذا كذا، جاني مثلا الاخصائي الاجتماعي وقال لي مثلا خلاص في كذا 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 ومشكلته كذا اسريه وبيعاني من ضغوطات او مش بيعاني، نيجي للاخصائي المقاييس اخصائي النفسي، عملنا بقى كل المقاييس اللي ممكن تتطبق على طفل في حالته. بعد كده ندخل بقى على مرحله ان احنا بنحط له برنامج، الطفل ده محتاج خطوات 1 2 3، لا الطفل ده عايز 5 خطوات، الطفل ده عايز 4 خطوات. بنبتدي نشخصهم بقى ونبتدي حالات بما يناسب الكشف وبما يناسب نظرتي. منى احيانا بيبقى في اطفال وعندهم مشاكل وسلوكياتهم متغيره وممكن مستواهم يبقى متقلب والام مش بتلاحظ، يعني دايما حد من بره يقول لها ايه ده، هو ليه انت ابنك عنده كذا او ليه ابنك بيعمل حركه، هل الام تلاحظ ازاي بقى؟ لا دي كون ان الام يبقى كل اللي محيطين بيها شايفين ان الطفل عنده مشكله، وهي مش يبقى الام هي اللي فيها مشكله، مش هي اللي عندها مشكله. يبقى الام معلش انا اني اول ما بيدخل من باب البيت بعرفه، انا ممكن اعرف هو عمل مصيبه ولا لا، موده بيبقى عامل ازاي، ببقى عارفه عمل مصيبه ولا لا. صح. بصي مش حكايه ان هو زعلان او تعبان، لا انت لا تعالى انت عامل مصيبه، يعني الام طبعا ازاي انا ابني مثلا طلع بعمل مرحله الرضاعه ومريت بمراحل النمو بتاعته وبتغيراته وطريقه مشيته، يعني مثلا انا ابني مصري ممكن من بره وفي مشي مش طبيعيه، تعالى كده وريني رجلك انت شكلك اتعور، لا يا ماما انا ما اتعورش، لا يا حبيبي انت اتعورت. طفل مثلا جه من بره ونام على ظهره، انت وقعت النهارده؟ لا يا ماما انا ما وقعتش، انا هدومي سليمه وكويس. على فكره هو مش الام بس، هو الستات كلهم. ما الام دايما يقول لك الستات عندها الحلقه الحاسه السادسه. انا بس تبقى زياده شويه. ده الست ممكن وهي جوزها داخل عليها كده تبقى عارفه عامل مصيبه برضه ولا لا. يا جماعه يعني احنا خلاص بنبقى احنا بنحبهم وبنقرب منهم بكل عواطفنا، فبنحس باي تغيير فيهم بشكل او باخر. انت محور حياتك اولادك، مهما كنت بتشتغلي ومهما مشغوله، محور حياتك اطفالك. يعني احنا دلوقتي كبار ممكن ندخل على ماما واحنا بنضحك مبسوطين، مجرد ما تبص في عينينا انت ايه اللي مضايقك، انت ايه اللي مزعلك، اتغيرن ايه. فكون ان الام ما تعرفش ان ابني عنده مشكله يبقى انت ما كنتيش عشان هو ممكن صحيحة. تبقى مشكله هي مش واخده بالها، مثلا يبقى هو فرط حركه بس هي فاكراها شقاوه، في حاجات تبقى كده وهم بيعملوها. بتبقى دلوقتي النت فتح للامهات ان هي تسال. يعني مثلا يجيني طفل مثلا مامته بتقول لي اصل انا لاحظت ان الاسبوع اللي فات حركته بقت زياده عن اللزوم، يعني ابتدى مثلا حتى لما بناكل لازم يتحرك، لاحظت ان هو بينط بطريقه غريبه، لاحظت ان هو ما بيقعدش. طب ماشي، طب ما انت او العكس، لاحظت ان هو بينام كتير، ما بقاش متفاعل زي الاول. اي حاجه متغيره بناخد بالنا منها، اي حاجه تغيير ولو طفيف في الطفل عن السلوك الطبيعي اللي انا واخده عليه الام بتاخد بالها، بس في ام بقى مش عايزه تاخد بالها. ايوه صح. يعني ما فيش حاجه اسمها ام لا انا مش عايزه اخد بالي، ما هو هي مش عايزه اخد بالي، يا اما انا ما تواصلتش مع ابني او ما عشتش مع ابني الفتره الام المشغوله اللي رامي ابنها للناني. لا عيش احنا يا منى واحنا بنتكلم بنقول ايه، في امهات بيبقى مثلا ايه وهي لسه ام جديده، فاهمه ازاي، بتبقى مختلفه عن انها ام اتعودت وواخده على ابنها. فدايما نقول لك ايه، حتى في الامراض اللي هي العاديه يقول لك هي ليه ما خدتيش بالك ان هو بينام كتير، طب ليه ما خدتيش بالك ان هو مش بينتبه لكلامك وانت بتتكلمي، عارفه الحاجات دي الفترات الاولى بس. لكن مجرد ما الام تعيش مع ابنها 3 شهور لا خلاص الموضوع خلاص. بالعكس احنا بتجينا امهات مقفورين الموضوع، لا اصلا انا اقول لها لا يعني ابنك طبيعي اديله مساحته، يعني تجيني طفل مثلا عنده سنه و 8 شهور او سنه و 9 شهور اللي هو ابتدى يتحرك ويتواصل وينطلق في المكان، الام تقول لي انا حاسه ان عنده توحد. لا انا ابني كده بصي بيقعد لوحده في البيت، هو معنى ان انا ابني بيقعد لوحده في البيت يبقى عنده توحد؟ لا طبعا لا،
انت جايه لي سنه ونص، ايه انت ما تجينيش سنه ونص. اه انت معنى كده انت مش عارفه تتواصلي مع ابنك بشكل صحيح، ابنك ما عندوش مشكله، انت مش عارفه تلعبي معاه، انت مش عارفه تقعدي تتونسي معاه، انت مش عارفه تلعبي اللعب اللي احنا اتربينا عليه. يعني احنا زمان ابهاتنا تعالوا نلعب نجري ورا بعض، ننط فوق، نخبط بعض، نلعب العاب العاديه زي بنك الحظ، الحاجات اللي كنا بنلعب بيها زمان. انت فين؟ انت فين من البيت عشان تيجي تقولي لي ابن عندي توحد؟ فكرتيني بالعاب كتير من زمان. لا احنا كنا بنلعب. لا يعني وخاصه في احنا على العاب الصعيد دي في ليها العاب جميلة. خاصه بتاعتنا. طب فين ده؟ فين انت حارس كابنك وحطاه في البيت 24 ساعه؟ ما تسيبيه يلعب قدام البيت، المشكله لا هي سايباه مع الموبايل اساسا. لا في امهات ما بتسيبش يعني الابن مع الموبايل، بس بتبقى اسوأ من كده. لا والله اللي هو كل امهات. لا بتيجي حالات عندنا ابني انا قافله عليه، اصلا خايف عليه، اصلا جبته طفل انابيب، اصلا جبته بعد شوقه. احيانا بقى الخوف الزياده ده بيقلب بطريقه عكسيه، بتجيني بقى سنه ونص تقول بيحصل عنده توحد. اصلا قريت اخدت منشور على النت كده ان اعراض التوحد مطابقه مع ايه ده. لا ايه ده ازاي؟ لا ده حتى ملوش مقاييس، ملوش اختبارات. دايما نقول الاعتدال يا منى، الاعتدال في المعامله، الاعتدال في التربيه، الاعتدال في السلوك، كل الأم. حاجه لازم تبقى معتدله. انا لا ابقى خايفه زياده ولا ابقى مهمله طبعا، لا ابقى مثلا شديده ولا ابقى لينه. يعني في حاجات كده لازم نبقى واخدين بالنا منها. الوسطيه ما فيش احسن منها. يعني حتى في لبسك، في اكلك، في تعاملك، في شربك للميه، الوسطيه في كل حاجه بتريح. انا دايما كنت اقول للولاد، اقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، كانش بيتكلم على الاكل بس والنفس، وكان بيفهمك ان انت تاكل بس تسيب جزء عشان في معدتك تشرب ميه، وتسيب جزء عشان تتنفس. راحه نفسيه، فكل حاجه في حياتنا تبقى باعتدال. راحة. ما تبقاش يعني دي راحه. يعني انا بتعامل معاكي بشكل مريح، بتبقى المعامله ما بيني وبينك فيها حاله نفسيه حلوه كده، مش بتعامل وانا قلقانه في الكلام، قلقانه ان انا اقول كلمه توجع، قلقانه بالعكس. انا طول ما انا بتواصل مع ابني بشكل صحيح وبشكل سوي، انا بديله المساحه ان هو يعبر عن نفسه، بديله مساحه ان هو لو في حتى يعني مثلا دلوقتي انا لا هم بيعبروا منى ما تقلقيش. لا مش كله بيفهم. يعني انا مثلا عندي بنوتي دلوقتي 8 سنين، ممكن تيجي مثلا لو قلت لها بس بقى انت بتعملي من الحبه، على فكره ما انت كده بتتنمري عليا. طبعا ما فاهمين هم كل حاجه. طب ماشي، الكلام ده بناء على ايه؟ تعاملك معاهم ازاي؟ ما تعمليش ده، ما تعمليش ده، خلي بالك انت بتقولي كلمه غلط، فدي مساحه. فلما انا اتواصل طول اليوم بتواصل مع اولادي، انا كده برد لهم الموضوع ده مع الوقت بشكل سليم. ايوه. فتجيني ام تقول لي سنه ونص انا اصلا ابني عندي توحد، طب انت بتعملي معاه ايه في البيت؟ ما بكلموش، هو قاعد لوحده وانا قاعده لوحدي. انا ما سايباه في البيت. طب ايه انواع اللعب اللي بتديها له عشان يعرف يتعرف ان في بيئه تانية، في حياه تانية؟ لا عادي، هو واخواته. طب اخواتي بيلعبوا ازاي؟ قاعدين بيرسموا. طب هو ميوله رسم؟ بيحب لا الرسم. ما بيحبش الرسم. طب انت قاعده بيعمل ايه في وسطيهم؟ طب يعني هو ما بيحبش الرسم، هو بالاكراه؟ طب ما تشوفي ميوله، تشوفي رغباته. يمكن يا ستي هو عايز يتواصل معاكي، عنده مشكله بسيطه بس عايز يتواصل معاكي بشكل اسرع، ده اللي بنقول عليه حرمان بيئي. طب منى لو احنا سواء انتبهنا او ما انتبهناش لمشكله زي كده وسبناها، ايه الاثار اللي ممكن تعملها عليه بعد ما يكبر؟ حته حرمان، محروم من حاجات بيئيه طبيعيه. طب احنا سبناه، الام طنشت، وصلت لمرحله ان الولد مثلا كان بيتكلم، عنده حصيله لغويه مثلا. احنا كل مرحله نمو بيبقى فيه عدد كلمات معينه، يعني في مرحله بيبقى الطفل عنده 80 كلمه، بنوصل ل 100، بنوصل ل 150، بنوصل ل 200. الولد كان بيقول 80 وابتدت ال 80 دي بتتقل مش بتزيد. طب ما الحرمان البيئي ابتدى يرتفع. نيجي بقى لمرحله سنتين ونص ودخلنا في 3 سنين، الطفل يطلع من الحرمان البيئي وهي شعره ما بين الحرمان البيئي وبين ان هو يبقى عنده توحد او طيف توحد. طب ما انا بصي وصلت لايه؟ مش مرض؟ مرض بس مش هنسميه. ولا ممكن في توحد اجتماعي يعني بيحصل؟ ما احنا لغايه دلوقتي العلماء ما قالوش ان هو حاله عضويه ولا حاله نفسيه، فبالتالي احنا مش هنشخصه لك ان هو مرض عضوي. وما اقدرش اشرحها، بس هي مجرد بدايتها حرمان. الطفل عنده رغبات وعنده حاجات كده مش عارف يعيشها، مش عارف يعبر عنها. نوصل للمرحله دي، وطبعا احنا بيجينا في بعض الاوقات تشخيصات يعني فوق السيئه، ان الطفل مثلا يبقى عنده حرمان بيه ويقول لك الطفل عنده توحد، ويبتدوا اخصائيين يتعاملوا معاه ان هو عنده توحد وهو مش توحد. ما ده اللي احنا بنقول عليه يا جماعه، التشخيص ناخده بطريقه صحيحه. ادرس الحاله بشكل صحيح
وبشكل سليم عشان اوصل الطفل بالحاجة اللي بيعاني منها. طب معلش يا منى، انا لما يبقى عندي ابني مشكلة تمام، اروح يعني ازاي انا وانا مش عارفة احدد مشكلته، هحدد انا هروح لمين؟ اخصائي نفسي ولا اخصائي اجتماعي ولا دكتور ولا هعمل ايه؟ في الغالب لو طفل في مدرسة روح الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي. الاخصائي الاجتماعي بيبقى ليه دور، بيبقى ليه حاجة معينة بيشتغل عليها وبيدرسها، طلعت بره النطاق بتاعه يودي الاخصائي النفسي. يبقى انا الولد مش مشكلته اسرية، حصل حاجة تانية يبقى ده محتاجة طبيب، يبقى خلاص هو كل واحد بقى الطفل. بس هو غالبا طالما ما عندوش مشاكل اسرية يبقى عنده مشاكل نفسية. عارفة يا منى، هي مشكلة برضو في المدرسة بالذات، الولاد بيتكسفوا من الحاجات دي عشان يقولك انه وسط زمايله. لا هو حالات التنمر والولاد بيتكلموا على بعض والبنات تتكلم على بعض في المدرسة، المجتمع بيبقى مغلق. انا يعني بحب ان الحاجات دي تطلع بره بره، ما احنا قلنا يعني حاجة خاصة بالأسرة. احنا قلنا في سرية، انا يوم ما يجيني الطفل في المدرسة انا ما هو سرية، بس انا مثلا في المدرسة ورحت الاخصائي النفسي في المدرسة يبقى ما في سرية. لا لو تعرف هو المفترض ان انا ممكن اروح اكلم الاخصائي في المدرسة او الاخصائية النفسي في المدرسة، تاخدها هي بقى بشكل طبيعي، مش هتقف يعني قصدي ما تحسس اللي حواليه ان هو عنده مشكلة. انا قلت عليه في الاول، يعني انا دلوقتي لما تجيني حالة انا بشتغل في مدرسه، بيجينا طفل مثلا اخصائي الاجتماعي جاب لي تقرير ان الولد ده عنده كذا كذا كذا، ما عندوش مشاكل كذا كذا او عنده مشاكل اسريه كذا كذا، واداني التقرير انا كده. احنا يا منى كنا مدرسه بنات واحنا صغيرين تمام، فاحنا لما كنا نلاقي واحده من زمايلنا رايحه عند اخصائي اجتماعي شكلها عندها مشكله على طول، مش شرط. في طفل مثلا الاخصائي ده بقى بيرجع للذكاء الاخصائي شويه، يعني انا جالي طفل مثلا عنده مشكله في السرقه وخلاص كل المدرسه عارفه ان هو بيعاني من السرقه، وهو ناكر الموضوع ومش عايز يعترف او مش عايز يبين لهم ان انا عارف ان انتوا عارفين. طب الحاله دي كل ان هو يدخل لي في الغرفه بتاعتي يبقى فعلا انت كده ثبت زي ما بنقول ثبت التهم على نفسك. صح، ما بنجيبهاش كده. الاخصائي الاجتماعي يشركوا لي في نشاط الاول، بعد كده كده خليه يشترك في اي نشاط ايا كان نوع النشاط. ان شاء الله يا رب يكون بينظم الاذاعه. اسمه نشاط. فكل ان هو يدخل عندي في الاوضه، احنا هنعمل انشطه تعالى. مع الاطفال او المراه، انا مرحله مراهقه، انا بتعامل مع مرحله مراهقه، كون ان هم يقعدوا عندي في الاوضه بتاعتي مش معنى كده ان احنا شغالين جلسات نفسيه. لا احنا ما بنجيبهاش كده، بنجيبوها بطريقه غير مباشره. تعالوا نعمل نشاط مجسمات، تعالوا نعمل مطويات، تعالوا نعمل لوحه. انا عارفه ان الطفل ده مثلا عنده مثلا حب التملك، احنا مش بنقولها سرقه، احنا بنقولها حب تملك. طب تعالى انت النهارده مسؤول عن الادوات، مش عايز حاجه تضيع. انا عايز تحتفظ بالادوات دي وما تضيعش، هيحافظ عليها زي. طب منى، في حالات معينه بتحتاج علاج نفسي أوكي. تمام، ومعاها علاج دوائي زي ما انت بتقولي السلوكي لا دوائي يعني طبي. فانت بتبقي مثلا بعد ما تشخصي الحاله بتروحي للدكتور ولا بتواصل. طبعا لازم اتواصل مع الدكتور. يعني انا عندي حاله ووديتها للدكتور، وتشوفي كمان الاثار الجانبيه بتاعه الدواء عشان برضو تبقي فاهمه الردود الافعال دي جايه منه هو ولا من الدواء اللي بياخده. اكيد ده لو طفل طبيعي مش ذوي احتياجات خاصه بنعمل كده، ولو طفل ذوي احتياجات خاصه برضو بنعمل كده. ايوه طبعا، يعني احنا في المركز عندنا بيجي كل فتره دكتور كبير بيجي يحضر معانا، وكل بندخل مع الحالات بتاعتنا. يعني انا عندي مثلا حاله 2 3 والولد مثلا الدكتور شخصه بامراض معينه بدواء معين، انا لازم اعرف ايه الدواء ده عشان انا عارفه اثاره، بالتالي بتعامل معاه بشكل بيناسب حالته. عموما طبعا الولاد الجيل ده محتاجين ان احنا ناخد بالنا منهم جداً. اكتر ولان في كمان حاجات كتيره طرقت على المجتمع بالنسبه لنا كتير وتغيرات كتيره، فاحنا لازم كل ام تاخد بالها من ولادها ونروح لمتخصصين يا جماعة، بلاش نفتي وبلاش اخد نصيحة صاحبتي وبلاش اخد نصيحة جدتي، عشان الحاجات اللي احنا بنتعرض لها دلوقتي مختلفة شوية عن اللي كنا احنا بنتعرض لها زمان، فاحنا نروح للمتخصصين. طول ما انا بحاول ان انا اعالج ابني عشان اطلع بيه شخص سليم ومفيد في المجتمع، ما اتكسفش من حاجه، ما بنعملش حاجه غلط. ابني مريض يتعالج وايا كان هو هيروح لمين. يعني منى شرفتيني بوجودك معايا، شكرا ليك. احنا بكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه النهارده، نسعد دايما لمتابعتكم لينا. كان معاكم فدوى فاروق، والى اللقاء.